وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني تابعنا اليوم كان هناك اجتماع على مستوى المندوبين في جامعة الدول العربية يعني وخرج طبعا ببيان يطالب به الأمم المتحدة ومجلس الأمن للضلوع بمسؤوليتهم تجاه ما يحدث في قطاع غزة. كيف تابعت أهمية هذا الاجتماع في هذا التوقيت وأيضا دلالاته؟ يعني أعتقد أن الموقف العربي يعني توضيحه وتأكيده على مدار الفترات الماضية خلال ما يحدث الآن في قطاع غزة هو أمر مهم نظرا لأن العامل الدولي يعني التغيرات التي بدأنا نلاحظها على المواقف الدولية حتى على المواقف الأمريكية سواء نتحدث عن المواقف السياسية أو حتى المواقف الداخلية الحزبية أو حتى الشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أخرى بدأت تتحول بشكل لافت حتى على مستوى الصحافة والتوجهات الصحفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الموقف العربي يدعم هذه التحولات والتغيرات من جهة، ومن جهة أخرى يؤكد على الموقف العربي الحالي ما يحدث الآن في قطاع غزة، لأن كما نرى الآن أن الهامش الذي كان ممنوحا من بعض الدول الغربية ونتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي لإسرائيل كي تقوم بما تريد أو بمعنى أدق تنتقم ما حدث في 7 أكتوبر لم يعد متوفرا بهذا القدر من الأريحية التي كانت موجودة في الفترة الماضية، ونتحدث أو بدأت الولايات المتحدة تتحدث عن أنه لا بد من إنهاء المرحلة الحالية من العمليات وإنهاء الاستهداف الممنهج في المدنيين، وهو يعني موقف أمريكي لم يكن ملحوظا في السابق. يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتحدث عن ضرورة تجنب استهداف المدنيين وهو لم يكن موجودا في الفترات الماضية التي كانت لا يعني اعترض مع حضرتك في هذه النقطة. منذ اليوم الأول لم يتجرؤ الولايات المتحدة على دعم فكرة استهداف المدنيين، ودي كانت يعني مطالباتها دائما للقوات الإسرائيلية أنها تستهدف يعني أهدافها محددة والبعد تماما عن المدنيين. يمكن دي كانت زريعتها لما أرسلت بلواءات أو قوات لدعم الجيش الإسرائيلي في تحديد مواقع معينة لاستهداف أهدافها دون إصابة المدنيين منذ اليوم الأول. سيدتي الكريمة، ما أقصده هنا أن الموقف لم يكن واضحا أو معلنا، بمعنى أن الموقف الأمريكي الأساسي أو المبدئي من أي نزاع هو تجنب استهداف المدنيين. هذا يعني أمر مفروغ منه أو هو ما يكون من المفترض أن يكون عليه الموقف الأمريكي، ولكن أتحدث عن أن الحديث بشكل واضح بشكل متكرر بشكل فيه ضغط أو يعني ربما يكون حتى ممارسة ضغوط على إسرائيل بشكل أكبر من خلال وزير الخارجية الأمريكي ومن خلال تصريحات أخرى، هذا لم يكن يعني ملحوظا أو متكررا خلال المراحل الأولى للمعارك. ولكن صحيح. الآن العامل الإنساني مهم التركيز عليه لأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة أصبحت ملموسة للجميع، والدول العربية ومصر في القلب منها كان دورها الأساسي في هذه الأزمة فيما يتعلق بالجانب الإنساني، هو دور محوري ومهم وهو الذي ساهم في الواقع التغيرات التي بدأنا نلحظها في المواقف الدولية، لأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة أصبحت ملموسة وواضحة أكبر، والدور العربي والدور المصري فيها كان متصدرا لجميع الأدوار الأخرى، مما جعل حتى قطاعات شعبية عديدة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الموقف بشكل عام من الدول الغربية لم يكن على مستوى أو لم يواجه أو لم يكن مواكبا لفداحة الوضع الإنساني في قطاع غزة. من هذا المنطلق الموقف العربي يعني يجب التأكيد عليه بشكل دائم من خلال المواقف العربية الرسمية ومن خلال التواصل العربي والتواصل المصري مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لأن نقطة الانطلاق التي من خلالها يمكن إيقاف النار في قطاع غزة هي عبر دور أمريكي ودور أوروبي ضاغط على إسرائيل، التي ترى أن الدول العربية وترى أن مصر والأردن تقفان بشكل واضح ويعني أعتقد أنه موقف مشرف سيذكره التاريخ ضد المحاولات الإسرائيلية لإيجاد عملية أو شكل معين لتهجير الجانب الفلسطيني في اتجاه الحدود المصرية أو حتى في اتجاه الأردن من أجل تسويق نصر ميداني يمكن من خلاله على المستوى الداخلي في إسرائيل القول أننا أنهينا الوضع في قطاع غزة وحققنا النصر وأخلينا القطاع. نعم. بما أن الموقف المصري والأردني كان أساسيا في هذا وجعل بعض الدول الإفريقية حتى منها ترفض فكرة تهجير الفلسطينيين إليها، فإن هذا الموقف بالإضافة إلى التغيرات التي سبق وذكرتها في المواقف الأوروبية وحتى الموقف الأمريكي يمكن البناء عليها من أجل وقف الوضع الحالي في قطاع غزة، لأن إسرائيل أصبحت قريبة من الوصول إلى قناعة
لاننا لن نستطيع ان نحقق اكثر مما حققناه هنا الان على الارض. ونتحدث هنا عن تدمير شبه كامل للقطاع دون تحقيق الاهداف المرحليه والاهداف الاستراتيجيه الاساسيه التي تتعلق بانهاء القدرات العسكريه لحركه حماس وانهاء هيكلها التنظيمي داخل القطاع وللفصائل الفلسطينيه الاخرى، وهو لم يتحقق الان حتى مع اشتداد المعارك الان في منطقه المخيمات الوسطى وفي نطاق غرب خان يونس. نعم، يمكن هناك عدد من العوامل وملفات الضغط ربما دخلت على خط سير القضية أو الصراع الدائر في قطاع غزة. نتحدث عن الداخل الإسرائيلي بيضغط بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية، شفنا بعض الاعتراضات الكبيرة والعنيفة أيضا من الداخل الإسرائيلي فيما يتعلق بعدم وجود صفقات تبادل للأسرى أو المحتجزين، شفنا أيضا في الداخل الأمريكي هذا الملف بيؤثر بشكل كبير على التوجه لاختيار المرشح الأمريكي القادم في الانتخابات الرئاسية. شفنا أيضا ما يحدث في باب المندب من هجمات وما تتعرض له التجارة العالمية نتيجة محاباة إسرائيل في هذا الملف. كل هذه الملفات الجديدة ووسائل أو كروت الضغط الجديدة، لماذا لم تغير في المشهد الذي نراه في قطاع غزة؟ يعني ربما التفاعلات التي تمت بمواكبه ما يحدث الان في قطاع غزه، نتحدث هنا عن الوضع في البحر الاحمر، نتحدث عن الجبهه اللبنانيه والجبهه السوريه وحتى نستطيع نتحدث عن الجبهه العراقيه ايضا، نتحدث عن الجبهه اللبنانيه بشكل خاص والتفاعلات التي تحدث فيها. المشكله هنا او اعتقد ان النقطه الاساسيه المتعلقه بهذه التفاعلات هو مستوى التدهور او مستوى او يعني التغيرات التي تحدث في قواعد الاشتباك. بمعنى ان الجوانب المتقاتله الان عبر الحدود، نتحدث عن الجانب الاسرائيلي والجانب الامريكي من جهه والجانب المقابل من جهه اخرى سواء فصائل او دول، نتحدث عن انها تحافظ على مستوى معين من الاشتباك، قواعد الاشتباك حتى وان كانت يعني تتغير بشكل تدريجي ولكنها في حدود المسموح او في حدود ما يمكن ان تتحمله المنطقه. ولكن المشكله هنا ان هذه الاطراف لا تتاثر بالشكل السلبي الفادح، بل ان الاطراف التي تتاثر هي اطراف غير منخرطه في هذا الاشتباك. نتحدث عن دول عربيه عده، نتحدث بشكل اساسي على مصر وعلى الاردن وعلى الدول التي يعني تطل على البحر الاحمر او حتى الدول التي تطل على البحر المتوسط، لان البحر المتوسط بالتبعيه يعني رغم كل ما يحدث ان كل ما يحدث يتركز تجاه البحر الاحمر، ولكن البحر المتوسط ربما يكون مرشح لبعض التصعيد خلال المرحله المقبله، وبالتالي المشهد العام تتأثر به دول أخرى غير منخرطة بشكل مباشر في المواجهة التي تحدث الآن في المنطقة. ولهذا ربما يكون هناك يعني بعض الفهم لعدم تأثير ما يحدث الآن في الجماعات الأخرى على قطاع غزة بشكل دائم، ولكن الوضع في البحر الأحمر يعني نستطيع أن نقول أن تأثيراته تطال الجميع، تطال الولايات المتحدة الأمريكية، تطال بريطانيا، تطال الدول الكبيرة على المستوى الاقتصادي حول العالم والتي تمر تجارتها ويمر نفطها من خلال هذا الشريان البحري الهام. ولهذا اعتقد ان نقطه التحول فيما يتعلق بملف غزه ستكون هي البحر الاحمر وما يحدث فيه الان، ومبادره الولايات المتحده الامريكيه ان كانت يعني مبادرتها للتعامل بشكل عسكري فيما يتعلق بهذه الازمه هي في النهايه توجهات تتعلق برغبه امريكيه في السابق للسيطره على هذا النطاق، ولكن اعتقد ان ما يحدث الان في البحر الاحمر لن يكون له حل إلا بإنهاء الوضع في قطاع غزة. وده اللي كنت أسأله لحضرتك، يعني ألم يكن من الأولى للولايات المتحدة والدول الأوروبية المتحالفة معها في هذا الهجوم على الحوثيين أو لفك الاشتباك في البحر الأحمر، ألم يكن الأولى لها الضغط على إسرائيل لوقف مجازرها في قطاع غزة وتحقق مكاسب كثيرة جدا سواء الولايات المتحدة أو أي من هذه الدول أمام العالم، وتتجنب الصراع والدخول في حروب إقليمية والرد هنا والرد هناك على كل هذه الاشتباكات بالضغط فقط على إسرائيل لوقف ما تقوم به في قطاع غزة؟ يعني اعتقد اننا في الطريق الى هذا، لكن بطبيعه الحال يعني لا يمكن ان يعني ليس من المنطقي ان تقوم الولايات المتحده الامريكيه بمجرد ما ان يتم تهديد الملاحه في البحر الاحمر ان تذهب للضغط على اسرائيل وانهاء الوضع، لان الولايات المتحده الامريكيه تعي جيدا ان حدوث هذا بهذا السيناريو وبهذا الشكل هو يمثل سابقه سوف يكون لها ما وراءها بعد ذلك، وسوف يكون يعني خضوع الولايات المتحده الامريكيه الضغط الميداني من قبل هذه الدوله او تلك هو امر يعني دائم ومستمر، وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه عرضت او وضعت نفسها في موقف انها ترد على التهديد تلوح بالقوه
رد او تضع حاجز من التوازن في هذه المنطقه، لكننا في النهايه نسير في قطاع غزه اجلا او عاجلا طريق التهدئه، لان لبنان الوضع في البحر الاحمر بهذا الشكل لا يمكن ان يتحمله لا الولايات المتحده الامريكيه ولا دول المنطقه. طب وهل الولايات المتحدة لديها ضمانة من أن دخولها في بؤرة الصراع في هذه المنطقة لم يفتح دوائر صراع أخرى؟ وده يمكن اللي حدث، وأن عدد كبير من الدول استغلت هذه الظروف وهذه التوترات وفتحت جبهات للمعارك وتخليص ربما تعاملات كثيرة جدا مع دول أخرى. هل كانت الولايات المتحدة لديها الضمانة أنها ستدخل وتضرب ضرباتها وتخرج بأمان دون فتح أي صراعات أخرى؟ يعني اعتقد ان التقدير الاستراتيجي الامريكي يتحدث على ان لا الجانب المقابل يريد الدخول في مواجهه موسعه، ولا الجانب الامريكي ولا حتى الجانب الاسرائيلي يريد في ذلك. يعني هناك حتى بعض التحليلات تقول ان اسرائيل بضرباتها ومعاملات الاغتيال التي تمت في جنوب لبنان وفي سوريا يعني تريد في الواقع ان تنقل المعركه من غزه الى في الجبهه الشماليه، يعني كمحاولة لتخفيف الضغط على قواتها في قطاع غزة ومنح نفسها مزيد من الوقت لتحقيق ما تريده في قطاع غزة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى تضع في اعتبارها عدة توازنات معينة تتعلق بأنها يعني لا تقوم بتنفيذ ضربات، تقوم من خلالها لتوسيع هامش المواجهة أكثر مع الجانب الآخر. يعني لو تحدثنا بالتحديد عن الضربة التي تمت، الضربات الجوية التي تمت في غرب اليمن، هذه الضربات كان يعني اعتقد ان معظم الناس كانت تعلم انها ستحدث. يعني حتى عندما طلعنا على شاشات الانترنت طلعنا تحركات طائرات الاستطلاع الامريكيه التي تقوم بمسارات غير معتاده حول اليمن وبالقرب من اليمن، فان هذا كان ربما يفترض يعني نستطيع ان نعتبره اشعارا بان هناك ضربه معينه قادمه. وبالتالي هذه الطرق وهذه التوازنات هي طريقه امريكيه تمت خلال السنوات الماضيه للايحاء باننا ستريد ان نضرب كي نحافظ على صورتنا، ولكننا لا نريد التصعيد ولا نريد الدخول في حرب مفتوحه. وعلى هذا الاساس تتم كل الضربات التي تتم المتبادله في العراق، في سوريا، في لبنان، في البحر الاحمر، تتم على هذا النمط. بالتالي هناك طبعا هامش مخاطره لتوسع المواجهه، ولكن ما نراه الان ان هناك حاله من التدريج ومن التوازن التي تتم او يتم بنائها بشكل متدرج وبشكل لا يجعل المنطقه تدخل في حالة من الصراع، ولكن في نفس الوقت نظل دائما على حافة الهاوية انتظارا لإنهاء إسرائيل عملياتها في قطاع غزة، وهي المعضلة الأمريكية الأساسية في النظر وليس حتى الوضع في البحر الأحمر. ده معناه أن في عنوان عريض يمكن الوصول لي أو وضعته القوات الإسرائيلية أو الإدارة الإسرائيلية مع الولايات المتحدة، ما إن تحقق تتوقف هذه العمليات، فالولايات المتحدة يعني بتعطي هذا الغطاء لحين أن تنتهي القوات الإسرائيلية من تنفيذه. ما هو هذا العنوان؟ أعتقد أن عنوان يعني الخلاف الأساسي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في الوقت الحالي هو كيفية إنهاء العمليات، شكل إنهاء العمليات الإسرائيلية في غزة، يعني كيف سيكون هذا الشكل وموعد وتوقيت هذا الانهاء. بمعنى ان عمليه التهجير او ملف التهجير العشرات التي تم فيه بسبب الموقف المصري والاردني وضعت الجانب الاسرائيلي في ازمه. ماذا سنفعل فيما يتعلق بالمنطقه الجنوبيه في قطاع غزه؟ يعني نحن نتواجد في الشمال، اسرائيل تتواجد في الشمال، يعني اسرائيل كان عندها احتمال 1% ان سواء مصر او الاردن كان عندهم استعداد يتقبلوا لهذا السيناريو؟ ليس تقبلا بمعنى تقبل او قبول بشكل رسمي، ولكن ربما حتى الظروف الامنيه على الحدود قد تسمح او يعني هناك تجربه في بين الحدود المصريه مع قطاع غزه، تجربه في مرحله سابقه قبل ثوره يناير 2011 حدث فيها شيء مماثل لما اتحدث عنه، عبور الحدود عبور عربي دون يعني دون حدث معين يرتبط به. ولكن اسرائيل هنا عندما تدفع منذ بدايه العمليات كافة سكان قطاع غزة في المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى للنزوح جنوبا، لأن الهدف كان واضح. ولكن الموقف المصري والأردني جعل هذه الخطة التي كانت إسرائيل تستهدف منها إخلاء القطاع ومن ثم التفكير في إما وضع إدارة موالية لإسرائيل في هذا القطاع أو حتى خلق منطقة عازلة، يعني هناك سيناريوهات عدة حول هذه المنطقة. هذا الموضوع صعب جدا تنفيذه الآن، لأن الكتلة السكانية ما زالت تتواجد بشكل أو بآخر في منتصف القطاع وفي شماله، ناهيك عن أن الأنشطة العسكرية للفصائل الفلسطينية ما زالت مستمرة وموجودة حتى في المناطق الشمالية التي تم الحديث عن إنهاء العمليات فيها. صحيح. سنرى
بيتنا نرى عمليات اطلاق الصواريخ حتى تتم من المنطقه الشماليه، وبالتالي هذا يجعل من الجانب الاسرائيلي صعب جدا ان ينفذ ما كان يريد ويستهدفه، وهو ما يجعل هذا سيطال امد هذا الصراع وهذه الهجمات حتى تحقيق ما تراه القوات الاسرائيليه هدفا لها. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك.